متتبعي قناة أنفاس بريس، 1 نوفمبر 2021 عقد مجلس مدينة الدار البيضاء دورته الثانية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021. الدورة خصصت لانتخاب لجان أو رؤساء اللجان الدائمة لهذا المجلس، وهي 5 لجان. تم توافق ما بين أحزاب الأغلبية المسيرة للمجلس وهي حزب الثورة المعاصرة وحزب التجمع الوطني الأحرار وحزب الاستقلال على يعني تولي رئاسة هذه اللجان هذه، بالإضافة إلى أنه اللجنة المكلفة اللي يمكن يدبرها المعارضة واللي تكلف بها حزب التقدم والاشتراكية في شخص مصطفى مندور. اللجنة الميزانية هي لجنة اللي صعيبة داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، واش أنتم غتفعلوا هذه اللجنة؟ كنطلبوا من الله باش نفعلوها ونكونوا فعالين في هذه اللجنة ولا في المجلس، والمجلس برمته جينا إلا باش نفعلوا لا لهذه اللجنة ولا اللجنة الأخرى ولا المشاريع العالقة ولا المشاريع اللي في طور الإنجاز. هذا هو العمل ديالو، هذا هو هذه هي الغايه علاش جينا حنايا، بحيث لا اللجنه هذه لجنه البنيه والموارد ديالها اللي كيعرفوها الجميع واللي كنعرفوها حنايا مع دوزنا 3 ديال الانتدابات وهذه الرابعه كنعرفوا اشنو فيها وبالها وما عليها. اذا ما غادي نديروا الا اكثر من جهدنا ونطلبوا الله هو يوفقنا بما فيه خير الدار البيضاء والبيضاويين. اولا كما كتعرفوا في القانون التنظيمي كاين 5 لجان المنصوص عليها في القانون، ووقع واحد التوافق ما بين رؤساء الفرق اللي كنت كان عبد الربي وكذلك السي جودار، وحنا خدينا لجنه الشؤون الثقافيه والرياضيه والاجتماعيه اللي خصوا جميع الاخوه اللي هم ممتلين في الاغلبيه خصصوا لهم واحد اللجنه، علما بان كاينه مجموعه ديال بعض المرافق اللي خاص ممتلين ديالها تم تاجيل. الحزب الاحرار هو اللي عنده الاغلبيه هو اللي خاصو يتصرف في الماليه ديالو، ما يمكنش غادي نعطيها لحزب اخر يدير فيها ما بغى، هذه مساله مفروغ منها. واحد النقاط سي صفادير الرجل المناسب لهاد اللي اختاروا ولا تم الاختيار عليه، يعني كان حكيم. صفادير التجارب اللي عنده التراكمات اللي عنده في السياسه غادي ان شاء الله يجي راهنا في المستوى اللائق. من بين الاشكاليات اللي كانت مطروحه في ظل النظام والتجارب السابقه هو عدم تفعيل تاع هذه اللجان، هذا واش نتوما تحرصوا على تفعيل هذه اللجان؟ اكيد ان شاء الله حنايا في حزب التجمع الوطني الاحرار عندنا واحد الطاقم كبير جهويا واقليميا اللي غنسهروا عليه بالتشارك ما بين رؤساء المنسقين الاقاليم مع المنسق الجهوي، باش ما يمكنش حنا غادي نجيو مثلا هذه اللجان واخا مثلا الدار البيضاء مكونه من تحالفات، ولكن حزب الاحرار ما كيديرش شي خطوه لما درتش اجتماع مع باقي المكونات باش كيخرجوا بنتيجه معهوده، وهذا الشيء معروف على حزب الاحرار. ماشي توزيع المواقع، هي توزيع الغنيمه على ممثلي الاحزاب بعضياتهم اللي كيعتبروا هما اللي كاينين، باقي الاحزاب ما كاينينش، وبالتالي هذه انطلاقه كتبين بان ما ليس هناك لا عمل تشاركي ولا رغبه في اشراك جميع فعاليات ديال الدار البيضاء. نبهنا الى انه القانون التنظيمي في الماده 26 كينص على انه رئيس اللجنه الدائمه ينتخب من بين اعضائها، في ماده اخرى كيجعل المجلس هو اللي عنده اختصاص ديال تشكيل اللجان. اذا اول اجراء كخصنا نديروه هو نشكلوا اللجان بعدا، على الاقل نقراوا اللائحه ديالهم. هاد العمليه ما تماتش رغم انه واستغربنا ان هذا الشيء رغم التنبيه ديالنا، وهذا الشيء كان بحضور شخصي وفعلي ديال السيد الوالي لي نورمالمون طبقا للدستور والقوانين التنظيميه عنده المسؤوليه ديال المراقبه ديال المشروعيه ديال القرارات ديال المجلس. قبل بداية الجلسة متتبعي قناة أنفاس بريس طرحت واحد الإشكالية هي النظام الداخلي، ولكن من خلال صيغة أخرى على اعتبار أن مجموعة من المنتخبين مجلس مدينة الدار البيضاء انتقدوا مسألة عدم توصلهم بالنظام الداخلي وما عرفوش واش التعديلات اللي طرحوا في الدورة السابقة تم الاستدراك ديالها في مشروع النظام الداخلي ولا لا. نبيلة رميلي عمدة مدينة الدار البيضاء أكدت لهم أنه مباشرة بعد هذه الدورة هذه غادي يتوصلوا بهذا النظام الداخلي. الجلسة السابقة اللي عقدناها اللي صادقنا فيها على القانون الداخلي واللي ختمت فيها السيدة الرئيسة بكلمة أساسية اللي خلتنا نصادقوا بالإيجاب، هو أن مباشرة من بعد الاجتماع غيجتمعوا ممثلي الأحزاب السياسية باش يدخلوا بعض التعديلات وتكون النسخة النهائية. للأسف الاجتماع كان فيه إقصاء لمجموعة من الأحزاب واقتصروا على الأحزاب اللي كيعتبروها الأغلبية ديالهم، وبالتالي اليوم الجلسة انعقدت بلا ما يكون عندنا قانون داخلي رسمي.
اللي دارت فيها ما عرفناش التعديلات اللي دارت وما تعرضتش علينا وبدينا الاشغال بدون قانون داخلي. تبعتوا معنا في الدوره السابقه التي خصصت الدراسه والتصويت على مشروع النظام الداخلي الذي سبق ان تم اعداده بطريقه انفراديه من قبل الرئيسه مع المكتب ديالها. انه كانت كثرت نقاط النظام في نهايه المطاف ما عرفناش كاع على صوتنا. لذلك اليوم انا اقول بانه يمكن لكم تختاروا اي عضو من اعضاء المجلس ربما باستثناء بعض الاعضاء في المكتب. سولهم شنو هي المقتضيات النظام الداخلي صوتوا عليه ما غيعرفوهاش. دونك الحاجه الاولى ما عرفناش الصيغه اللي مشات عند السيد الوالي. ما عرفناش السيد الوالي واش كانت عنده ملاحظات ولا ما كانتش. نورمالمون الرئيسه طبقا للقانون ملزمه بالنسبه لجميع الدورات سواء كانت عاديه او استثنائيه ملزمه انها تبلغ الاعضاء المجلس تسلم اعضاء المجلس المحضر ديال ديال ديال, ديال الجلسه ديال الدوره ويعني بطبيعه الحال النظام الداخلي. وقبل ما نبداو حنا كنشتغلوا في اي دوره اخرى مواليه كيخصنا هذاك النظام الداخلي على الاقل على الاقل يتسلم الرؤساء الفرق على الاقل. الوغ كو لحد الان حنا ما عندناش مزيان ما كاين باس. الحاجه الثانيه علاقه بالنظام الداخلي. اولا كان عندنا نقاش على شكون هي اللجنه التي سيتم تخصيصها للمعارضه كما ينص عليه القانون. المكتب جاب لنا في المشروع انهم غيخليو اللجنه ديال التواصل والشراكه والعلاقات الى اخره. اذا صح ادعاؤهم بانهم غياخذوا بعين الاعتبار وغياخذوا جميع التعديلات التي تم اقتراح ديالها حنا اقترحنا باننا نحافظوا على نفس اللجنه اللي كانت في السابق المعارضه تبقى ايضا هي اللجنه ديال التعمير. المجلس السابق رغم انه واحد الحزب اللي هو حزب العداله والتنميه كانت عنده اغلبيه مطلقه رغم ايمانا منه بانه لا بد من اشراك حقيقي للمعارضه اعطي تم التخصيص ديال لجنه التعمير وهي لجنه اساسيه للمعارضه. وجعلنا من ناحية الرمزية هي اللي عندها علاقة بالتفويضات اللي عند النائب الأول. دونك ما اليوم على كل هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني جينا للمعارضة شكون هي المعارضة. الفريق الوحيد اللي صوت بطريقة صريحة ضد الأغلبية هو العدالة التنمية. صوتنا ضد العمدة ما صوتناش عن النظام الداخلي ألوغ كو بي بي اس امتنعوا في التصويت على العمده وصوتوا على النظام الداخلي. اذا فين هي المعارضه؟ الى قوه المعارضه والدرجه ديالها عند العداله والتنميه كتوفر اكثر من هذا الشيء حتى في ما جرى به العمل. لما كنقولوا بانه واحد الحق مكفول للمعارضه راه كنجيو كنديروا الترتيب. ما يمكنش انت تتجاوز الفريق الاول في المعارضه ودير واحد التحايل وتصوت كلك كاغلبيه لفائده فريق ديال المعارضه يلاه عنده سته ماشي مشكل. اذا هذا مؤسف جدا. بعض المنتخبين اكدوا انه ما توصلوش بالنظام الداخلي وخصهم يكون النظام الداخلي عندهم. شنو هو رايك؟ اولا الواحد لازم يستحضر الظروف والوضعيه اللي عايش فيها اليوم مجلس المدينه على اعتبار انه ملزمين بمجموعه ديال الاجال القانونيه 15 نوفمبر اخر اجل لوضع الميزانيه ديال مدينه الدار البيضاء واللي هي تعتبر الاساس ديال العمل ديال مدينه الدار البيضاء. معطى اول، المعطى الثاني هو انه نظرا للانتخابات احترام الاجال ما بعد الانتخابات فانه تمت المصادقه على النظام الداخلي. كان لابد من انتظار 8 ايام حتى تتم باش ننتظروا الراي ديال السيد الوالي. لو 30 اكتوبر عاد وصل الاجل 30 اكتوبر شحال فيها هي يومين. اليوم النهار الاول. اليوم النظام الداخلي موجود في كتابه المجلس ومطبوع وقلنا لهم ان تسلموه لانه اولا هذا غير معطى غير صحيح على اعتبار انه تمت المصادقه على النظام الداخلي والتصويت عليه داخل مجلس المدينه وكانت هناك بعض الملاحظات وملاحظات طفيفه شكليه. اذا لوساتور ديال النظام الداخلي تتوفر لدى جميع الاعضاء. التغييرات والتنقيحات والتصحيحات اللغويه تمت اضافتها ولا تغير من روح النظام الداخلي
ومن الأسس ديال هذا النظام الداخلي. إذن هذا ربما هناك لأنه فرضتها الشروط القانونية، الأجل القانونية فرضتها اليوم هو اللي لأن لترونت لترونتين كان يوم غير لترونت لترونتين يوم بدون عمل السبت والحد. اليوم ها هو النظام الداخلي موجود في كتابات المجلس ويمكن للجميع الاطلاع عليه، وسنبعث لهم بهذا النظام الداخلي بالنسخ.